لك عم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله في كل ابتداء. الصلاة والسلام على فيض رحمة الله للأرض والسماء سيدنا محمد. سيدنا محمد اليتيم الذي لا أب له يسانده. سيدنا محمد المسكين الذي لا أم تحنو عليه. فمن مات أبوه فقد السند، ومن ماتت أمه فقد الحنان كله. لذلك أراد الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتمد على أبيه أو أمه، وإنما يكون اعتماده على واحد هو الله. صلاة وسلاما عليك يا سيد العقلاء يا خير الورى، صلاة وسلاما عليك يا من قال لك الإله وإنك لعلى خلق عظيم، صلاة وسلاما على من قال له الإله ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلاة وسلاما على من قال له الإله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صلاة وسلاما على من قال له الإله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، صلاة وسلاما على من قال له الإله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلاة وسلاما على من قال له الإله سبح اسم ربك الأعلى، صلاة وسلاما على من قال له الإله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، صلاة وسلاما على من قال له الإله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صلاة وسلاما على من قال له الإله نحن أعلم بما يقولون ما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آيات بينات تكريما لهذه الروح الطيبة التي فاضت إلى ربها. الله أسأل أن يجعلها من المقربين في روح وريحان ورب راض غير غضبان. اتلوها علينا قارئ العالم الأول والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة، فضيلة القارئ المتقن أحكاما وإحكاما شيخ أنور الشحات محمد أنور. بسم الله الرحمن الرحيم.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الحكيم.
ويريد الذين يتبعون الشهوات تميل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق
لا
Yes,
إن الله بكل شيء عليم. Yeah.
مشيناها خطى كتبت عليها فمن كتبت عليها ذكر مشاها ومن كانت رؤيته بارض ليس يموت بارض سواها حقا ايها الاخوه الكرام فالقران الكريم هو ضياء يقوم وفيه شفاء لنا في الصدور وبه نجاه من الغرور لا يخلق من كثره الترديد ولا يحيط بفوائده اهلا بعلم تحت تلاوه سعدنا بها تلاها عليها القارئ العالم الاول القارئ الاول في مصر والعالم الاسلامي والخطيب القاهره الذي انطعن باياتنا الذكر الحكيم فضيلة
لك البارئ المرجع شيخنا شحاب محمد. مكبرات صوت السلامات الكبرى المتنقلة عبر جميع المحافظات المصرية حد حسن الإمامي المقيم بزر الهندسة الكهربائية حقاب بيازل حد الهادي سعد بن الدريف قصور الضيافة مخاز الفراشة المتنقلة أولا مبروك وسعيكم مشكور جميل.